السيرة الذاتية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب. ولد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ابن المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في يوم 21 غشت عام 1963 بالرباط، وهو الملك 23 للدولة العلوية الشريفة التي تولت عرش المملكة المغربية منذ منتصف القرن 17 ميلادي. وتنحدر الأسرة العلوية من السلالة النبوية الشريفة التي ينتهي نسبها إلى الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت قد استقرت بمدينة سجل ماسة بمنطقة تافيلال جنوب المغرب في منتصف القرن 13 ميلادي. تولى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد بن الحسن بن محمد عرش المغرب في 30 من يوليوز عام 1999، وتمت مبايعته بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط إثر وفاة والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. عقد صاحب الجلالة الملك محمد السادس قرانه على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا سلمى يوم 21 مارس عام 2002 بالقصر الملكي بالرباط، وأقيمت حفلات الزفاف الميمون أيام 12، 13، و14 من يوليوز عام 2002 بالقصر الملكي بالرباط. في 8 مايو عام 2003 ازداد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بالرباط. النشأة وتربية وتكوين الأكاديمي. أدخله والده في السن الرابع إلى الكتاب القرآني الملحق بالقصر الملكي. أنهى دراسة في السلكين الابتدائي والثانوي بالمعهد المولوي، وحصل على البكالوريا في يونيو عام 1981. وصلت دراسات العليا في الحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث نال في سنة 1985 الإجازة في موضوع الاتحاد العربي الإفريقي واستراتيجية المملكة في مجال العلاقات الدولية في سنة 1987. وفي 1988 حصل على الشهادتين الأولى والثانية للدراسات العليا في العلوم السياسية والقانون العام بامتياز. وفي يوم 29 أكتوبر عام 1993 نال شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس الفرنسية إثر مناقشة أطروحات في موضوع التعاون بين السوق الأوروبية المشتركة واتحاد المغرب العربي. منحته جامعة جورج واشنطن درجة الدكتوراه الفخرية في 22 يونيو عام 2000. صدر لجلالته كتاب وعدة مقالات حول التعاون الأوروبي المغربي، تلقى خلال سنتي 1988 و1989 تدريبا لمدة 6 أشهر بديوان السيد جاك دولور رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك. يتقن جلالته اللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. يزاول جلالته عدة أنشطة رياضية. المهام التي تقلدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عندما كان وليا للعهد. اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ صباه بمهام عليا كلفه بها والده المنعم لدى قادة الدول الشقيقة والصديقة، كما شارك جلالته في العديد من الملتقيات على المستوى الوطني والعربي والإسلامي والإفريقي والدولي. في 4 من عمره رافق جلالة الملك والده المنعم في الزيارة الرسمية التي قام بها للولايات المتحدة الأمريكية يوم 19 فبراير عام 1967، وكانت أول مهمة رسمية قام بها إلى الخارج بتاريخ 6 أبريل عام 1974، وذلك لتمثيل جلالة والده المنعم في القداس الديني بكاتدرائية نوتردام بباريس إثر وفاة الرئيس الفرنسي الراحل جورج بومبيدو. كما مثل جلالة والده المنعم في تشييع جنازة إمبراطور اليابان هيروهيتو يوم 23 فبراير عام 1989. يوم 23 فبراير عام 1989 قام بزيارة لعدد من الدول الإفريقية من 23 إلى 30 يوليوز عام 1980، حيث التقى جلالته برؤساء السنغال السيد ليوبول سيدار سينغور، وغينيا السيد أحمد سيكوتوري، وكوت ديفوار السيد هوفيد بواني، والكاميرون السيد أحمد أحيجو، ونيجيريا السيد شيهو شاغاري، وسلمهم رسائل شخصية من صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. قام بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية من 11 إلى 18 مارس عام 1986، ولليابان من 7 إلى 21 مارس عام 1987.
ترأس الوفود المغربية المشاركة في أشغال عدة مؤتمرات دولية وجهوية، منها القمة 7 لدول عدم الانحياز المنعقدة في نيودلهي يوم 10 مارس عام 1983، اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالصحراء في أديس بابا يوم 21 شتنبر عام 1983، القمة الفرنسية الإفريقية العاشرة المجتمعة في فيتال في اليوم 3 أكتوبر عام 1983، اجتماع الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 4 مايو 1994 في جنيف، الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة من 21 إلى 27 يونيو عام 1997 بالبرازيل حول البيئة والمسمات قمة الأرض. ترأس التظاهرات التالية: افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري للكاد، افتتاح أعمال اللجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، الجلسة الختامية للندوة الدولية المنعقدة بباريس حول موضوع العلاقات المغربية الأوروبية، افتتاح مكتب المجلس المغربي الأمريكي للتجارة والاستثمارات بنيويورك، كما تولى رئاسة اللجان التالية: اللجنة المنظمة للدورة 9 لألعاب حوض البحر الأبيض المتوسط المقامة في الدار البيضاء، اللجنة المكلفة بتنظيم الدورة 6 للألعاب العربية، المسؤولية العسكرية التي أنطه بها والده المنعم منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، كما تم ترقية جلالته على يد والده المنعم إلى رتبة فريق جنرال دو ديفيزيون. اعتلاء العرش: اعتلى صاحب الجلالة الملك محمد بن الحسن عرش المغرب طبقا للفصل 20 من الدستور في يوم 23 يوليو 1999 على إثر وفاة والده المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، وتلقى جلالته في نفس اليوم بصفته أميرا للمؤمنين البيعة، وذلك بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط. وفي 30 يوليو من العام نفسه أدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين رسميا صلاة الجمعة وألقى أول خطاب للعرش، وقد اعتمد هذا التاريخ رسميا للاحتفال بعيد العرش. يرأس جلالة الملك بصفة فعلية عدة جمعيات، من بينها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج المعتقلين ونزلاء مراكز حماية الطفولة، كما يرأس بصفة شرفية وفي إطار الدعم الذي ما فتئ يوليه جلالته لعمل هيئات ومنظمات المجتمع المدني عددا من الجمعيات التي تنشط في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الأوسمة: قام عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة بمنح جلالة الملك أوسمتها الكبرى، وهذه الدول هي فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، تونس، موريتانيا، ليبيا، مصر، الأردن، الكويت، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، السنغال، الكاميرون، مالي، الغابون، النيجر، بوركينا فاسو، البرازيل، البيرو، والشيلي، الأرجنتين، المكسيك، والدومينيك. الجوائز والميداليات: حاز جلالة الملك على عدد كبير من الجوائز والميداليات الرفيعة من قبل هيئات برلمانية أو منظمات دولية وغير حكومية، من بينها جائزة الجمعية الدولية للرياضة بدون عنف في 11 شتنبر عام 1983، ميداليتان ذهبيتان منحتهما لجلالته المجلة الرياضية بطل إفريقيا التي تصدر باللغتين الفرنسية والإنجليزية برسم سنتي 1988 و1989، الجائزة الفخرية من أجل غرناطة 1999 من قبل مجموعات المحطات الإذاعية لاكادينسير بغرناطة في دجنبر عام 1999، وسام الاستحقاق الكبير للاتحاد الكروي لأمريكا الجنوبية في 28 مارس عام 2000، جائزة هيلين كيلر منظمة أمريكية تطلع بمهام الأعمال الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بمساعدة فاقدي البصر في 17 يوليو عام 2000، وسام مجلس الشيوخ الإسباني في 19 شتنبر عام 2000، وسام الكونغرس الإسباني في اليوم نفسه جائزة عبد الرحمن الداخل التي منحتها لجلالته بلدية ألمونيكا بإسبانيا، والتي تسلم لكبار الشخصيات التي تقوم بمجهودات جبارة من أجل توطيد العلاقات العربية الأوروبية في 27 نوفمبر في عام 2000. درع الإيسيسكو الذي يعد أكبر وسام تمنحه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم
العلوم والثقافة إلى رؤساء الدول الأعضاء في 7 نوفمبر 2000 قيادة أبي بكر الصديق من طرف جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية التي تعتبر أعلى وسام للمنظمة، وذلك تقديرا منها لدور جلالته في العمل الإنساني والخيري وتضامنه مع الفئة المعوزة في 19 يونيو 2001.